من أوضة لأوضة لأوضة رح نبرم مع بعضنا. رح تشوفوا واحد من أكبر المطابخ اللي موجودين اليوم بلبنان. رح تشوفوا شيء كتير حلو. إذا كتير عم تسألوا حالكم السؤال، نحن أكلات تبع الطيارة كيف بيكونوا وكيف شكلهم، قديش بياكلوا شغل وكم شخص بيحضرهم، كلهم سوا موجودين هون متل ما شايفين وراي. من أوضة لأوضة لأوضة رح نفوت، رح تشوفوا كميات من الرز، رح تشوفوا كميات من السلطة، رح تشوفوا برادات يمين شمال، رح تشوفوا أشياء بتاخد رعب. واحد من احلامي عم حققهم اليوم هو اني اقدر اصور الكيترينج تبع المطابخ مثل ما شايفينهم هون. يلا الفيديو ببلش مع بعضنا من هون، بنبلش نبرم وتعرفوا على هذا التيم الرائع يلي عم بيعمل اكثر من 15,000 بورسيون بالنهار تيقدر يحط اكل على طاولتكم بالطياره وتشوفوا اشياء روعه. صار لي اكثر من 10 سنين حلم اني اجي لهون، اليوم بيتحقق. يلا احضروا معي اول دوكيومنتري بيتصور باكبر مطابخ يمكن بلبنان على الميدل ايست. نبلش برا. حسين طفيلي، الاكزكتيف دايركتور للال بي اي سي سي، الشركة اللبنانية لتمويل مطار بيروت. نحن اللي بنعطي كل الميلز على الطيارات، من بيناتهم اكيد الميدل ايست هي المين كومباني بالنسبة لنا ومين كاستمر، وغير طيارات الاير فرانس، الاثيوبيان، الايجيبت اير، اللوت البولندي. هلا نحن انطوني عم نوصل للريسيفينج اريا، حنبلش نعمل تور بقلب الشركة ونفرجي كل الاماكن اللي بتشتغل فيها. بالنسبة للال بي اي سي سي، نحن شركة بتملكها الميدل ايست، هي بتعطي وانشارج على كل شيء ميز بيطلع على الطيارات، بالاضافة لللونجز وبالاضافة لمطاعم المطارات اللي هي تابعة لنا شركة اسمها فولكروم، عندهم استقلالية ذاتية بس مرجعيتهم او ادارتهم بتراجعنا نحن بكل الاوبريشن. بالنسبة للال بي اي سي سي انطوني، احنا عم نعمل حوالي حاليا 12 ل 15,000 وجبة، الماكسيموم كاباسيتي بنوصل ل 22,000 وجبة. المين كاستمر هو عندنا الميدل ايست ايرلاينز اللي هي الشركة اللي بتملكنا بالاضافة لباقي الشركات. ان توتال امبلويز عندنا حوالي 540 موظف. بالسيزون بنعلى شوي وبنرجع بننزل شوي باللو سيزون. احنا حاليا بالريسيفينج اريا، الريسيفينج اريا عندنا الكواليتي كنترول والريسيفينج اريا ستاف، كل شيء برودكت بيجي من السبلاير لعنا بيوصل على الريسيفينج اريا، بتشيك البرودكت التمبريتشر تاعيته، بتشيك الاكسبايري ديت، الكواليتي تاعيته، بتشيك السبيسيفيكيشن اللي احنا طالبينها، مين السبلاير، شو طالبين من عنده، قد الكميات، نوعيه الكميات، الكواليتي تاعت الكميات. بعد الريسيفينج بيستلمون بيمرقوا على الاكس راي ماشين، الاكس راي بيتشيك كلهم كجهاز امن مطار، بالاضافه لجهاز امن عنا بده يتشيك كل البرودكت، يمرقوا الاكس راي كرمال السيفتي والسكيورتي لمطار بيروت. بعد ما يمرقوا بالستور بيتقسموا اذا كان شيء على الفريج، شيء على الفروزن، شيء على الدراي، وبلش الاوردر من المطبخ يطلب الريكويزيشن اون ديلي بيزس، شو بده من الستور، والستور بيوصل غراض على السكشن ان كانت كولد ولا هوت ولا فروتس ولا اورينتال سويت ولا انترناشونال سويت. هلا حاليا فتنا على الدراي ستور. دراي ستور هو كل شيء بيوصل من السبلاير بعد من عمل له سورتينج برا ويعمل ابروفر على الكواليتي وعلى الكوانتيتي بفوت لعنا. هون بنعمل تراك مع جماعه الكواليتي كنترول مع جماعه المستودع، بنستعمل فيرست ان فيرست اوت، ونفس الشيء بنشيك اون ديلي بيزس على البرودكت. عم ببرم بيناتهم وعم شوف الماركات اللي بعرفهم، ماركات عالية الجودة، كل أنواع الأكل موجودة هون. عم نحكي عن باستا، عم نحكي عن أكل الأولاد للكبار، كونفليكس، ترويقة، غدا، عشاء، حليب، كل شيء موجود هون، زبط، معير، نظف بالأي سي أكيد، وردي أنه يفوت على المطبخ عند الشفية. حلو، أنا بعيش هون، أنا هون ما عاد في يفوت، ما لابس علي،
حنطلع ونكمل مع الشيف ربيع، حنفوت على اكثر من سكشن. الشيف ربيع صالح الاكزيكتيف شيف مثل ما قلت لك عنده حدود ال 200 موظف 24/7 days، عنده ما بدي اقول لك معمل بكل معنى الكلمه، وراح نكمل معه وجود لك. اليوم معرفكم على المطبخ تبعنا، حنفرجيكم مختلف السكشن اللي عندنا. عندنا تقريبا هون بحدود ال 200 موظف بيشتغلوا بديفرنت سكشنز. المطبخ هيوج كبير، حتشوفوا خليه نحل عم تشتغل. هيدي الخليه بتشتغل 24 ساعه، بتتوزع على عده اقسام. عندنا عده مطارح بيشتغلوا فيها الشيفيه، عندنا قسم للفواكه، عندنا قسم للخضره، عندنا قسم للساندويتشز، عندنا قسم للبارد، قسم للسخن، عندنا قسم للحسم العربي الحلو العربي، عندنا قسم للحلو الانترناشونال كمان. هون مثل ما شايفين عم نحضر كولد بلاتر، هذا صحن مثلا من الصحون اللي بتطلع على البزنس لللونج هول. شباب بيشتغلوا كلياتهم بهارموني مثل ما شايفين، كل واحد بيعرف وين عم بيحط القطعه. الحلو بالشغل هون وين؟ انه بتحط 1000 صحن على الطاوله وبتشتغل، كله بيطلع الصحن مثل الثاني، لانه التريننج بيكون معمول قبل على هيدا النوع من الشغل. البرودكت بتحضر يوميا، كل يوم لنفس الصحون، ما بتحضر شيء قبل بنهار. اذا لاحظت انطوني هون لما فتت، عنا كثير سقعه بالمطابخ، حرارتنا بالمطابخ بحدود ال 14، هيدا كرمال الطاولات كلياتها تكون بارده، الجو العام يكون بارد بقلب المطابخ، كرمال هيدا الاكل نحن وعم نحضره على الطاولات يضل ضمن يعني بعيد عن الدينجر زون وضل ضمن الفود سيفتي ليميت. حنبلش اول شغله ونحكي عن التفاصيل، انه ما بيتبخروا بحيالها شغله. قربوا شوي، عم نحكي عن حبتين ادمامي، عم نحكي عن السومو شقفه حد الثانيه نوعيه كثير عاليه، الاورانج وحده بيل مقشره مظبطه، شويه جينجر، شويه حامض، شوية رز بالنص. يعني تخيل هالصحن الموجود هون يلي هو ديكونستركتد سوشي، مش انه ركبوهن هيك كيف ما كان، في دقة بالشغل بشكل مش معقول. بعدين كل صحن مثل الثاني، حبة ورا حبة ورا حبة بينحطوا وبيتظبطوا. يعني شطت ريلتي، انا شطت ريلتي. من بعد ما يخلص الصحون من هيدي الميل يترتبوا يتظبطوا على هيدي الميل، بيرجعوا بيتغطوا واحد بيتأكدوا فاينل كواليتي كنترول، كأنه واحد بي 5 ستار ريستورانت شفيه عم تشتغل، بيوصل بالاخر بيتاكد الشيف قبل ما يوديه على الطاوله. فتخيلوا قاعده بالطياره كل واحد عنده اكله قدامه كانه قاعد على طاوله بمطعم هاي اند. روعه عن جد، روعه. بلبنان بيروت على طياراتنا. يعني الشيف اوفيس بيتحضر فيها كل المنيات بالاشتراك مع رؤساء الاقسام، وبنجرب كل شيء قبل ما يتقدم لشركات الطيران. يعني بنشوف هل هيدا بيمشي على طياره، هل ظروفه لهيدا الصحن بتقدر تضاين الوقت اللي عم بيروح فيه من هون ليقعد بالبراد ليطلع بالهايلودر ليوصل على الطيارات، يقعد لونج هول ولا شورت هول ولا روحه ولا رجعه ان باوند او اوت باوند. هيدي كلياتها بندرسها نحن قبل ما نطلع او اي منيو ندوقها للكاستمرز تبعنا. فهيدا الشيء بيصير مع رؤساء الاقسام، بيصير بقلب المطابخ هون ومع الشيفيه، بيجرب الاكل قبل ما حدا يدوقه. من بعد ما يوافقوا شركات الطيران بتصير يتقسم كل قسمه بقسمه بحضر اغراضه. اجمالا شباب يوصل الصبح كل واحد عارف شو عنده، ما حدا بيدلهم. بنتعذب بس في نهار لما بتقلب الطيارات، يعني بنكون عم نغير منيوات من 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 سيكتور لسيكتور بهيدا النهار، لانه بنكون قبل بيوم عم نطلع طيارات منيو شكل. يعني عندك وقت معين بتطلع منيوات جديده، بصير في هون بتدخل هيدي المنيو مع هاي المنيو، بس كلياته مدربين عليه وكلياته بيقطع على خير دائما على طول. هيدا السيستم هون هو سي سي تي في تبعنا اللي بنشتغل عليه للشباب يعرفوا شو عندهم تحضير وقديش عندهم كم بلاتر من كل نوع. الاوردر بتيجي من هون من غرفه عمليات، نحن بنسميها البلاننج هون. البلانينج كمان اندر سوبرفيجن اوف ذا اكزيكتيف شيف، فيه عده اشخاص. لما بتوافق شركات الطيران والكاستمرز تبعنا على الصحون، بنقعد مع قسم البلانينج
قسم البلانينج بيدخل هول الصحون بسيستم، السيستم بيعمل ديستريبيوشن للصحون مع ريسيبيز، مع كل يوم كم صحن لازم يتوزع من كل بلاتر على الاقسام المطبخ كلياته. هيدا السي سي تي في، بيجي الشيف بيفتح بقلب التي في، بتقدر تعرف الصحن شو فيه، شريمس افوكادو ليمون اكسترا اكسترا، بالجراماج كل صحن قد ايه بده. بنفس الوقت بنقدر نعرف الكوانتيتي من كل صحن لكل الطيارات، لشركة الطيران حتى. بنفس الوقت هني وعم يشتغلوا الشباب في كواليتي كنترول عم تقطع حواليهم لتتأكد انه هني اللي عم يشتغلوا ومع ميزان، والشباب كلياتها نحن بنشتغل هون على ميزان الذهب، فالميزان الحساس الصغير اللي بيقطع فيه الجرام والنص جرام، لنقدر نأكد انه هيدي الجراماج محطوط مزبوط. اول شيء عم نعطي شركة الطيران اللي احنا وعدناها فيه. اثنين، اذا هيدي الاعداد عليت بتكون عم تخسر الشركة اخر السنة الوفات الدولارات. يعني تخيل انت ال 16 جرام صارت 20 جرام، اذا بتضربهم بعدد الصحون اللي احنا بنعملها يوميا بعدد ايام السنة بيكون it's a big number of money. يعني ساعات واحد يفوت وبيشوف الحركة، بيشوف الضجة، بيشوف الأكشن، بتعرف عم بفت لي نظري انه كل صحن، كل ساندويش، كل لفة معمولة مكرمة، معمولة لإله. يعني الساندويش مش انه يلا 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 يلا، مش حاطط 20 ساندويش وعم بكبكب فيهم غراض، يا هذا بنحط شقفة حد الثاني حد الثالثة، الزبدة شقفة الجامبون وحدة ثانية، عن جد شي بيفتح القلب انه منا يلا كله طعمه الشعب، لا كل فاشن مش معقول عن جد. ليك الشباب اجمالا اخذت، هي بتاخذ وقت بس انك تعمل ديليفري للي بتفكر فيه انت وتنزله، تعمل داونلود للشباب اللي عم يشتغلوا معك، هو شيء كثير صعب. حلو، بس بده وقت. انا كثير بشتغل بالفاشن، يعني كثير بحب الاكل، بحب الطبخ، بحب لما بشتغل بحس هاي السيمفونيه تبع صوت المقليه وغيره، بحب هذا الشيء كثير. فالشباب اول ما انا جيت علمتهم يحبوا هيدا الشيء. عيونك بيحكوا شغف، مش معقول. من اول ما التقيت فيه حبيته. اكثر من 200 شخص عم يشتغل هون مثل خليط النمل. اخوات امبرست. بعرف كنت رح شوف مطبخ كبير، ماني عارف رح شوف مطبخ هالقد فيه دقه. مش شايف هيك شيء بكثير اوتيلات وبكثير مطاعم، بيقعوا بالنقطه بصحنين وما بلحقوا يعملوهم. اليوم كنت عم تقلي قديش مبارح الأحد؟ 24,000 طلبية الأحد بس الإكويبمنت، يعني هول الصحون الصغار والكبار وال يعني هول الأشياء اللي بتشوفوها على الطيارة، بس طلبية الأحد كانت 24,000 قطعة. Oh my God. وكلهم نسكبوا بنهار واحد بعد ما أول برمي عم شوف شي 100 متر لجوا. ايه بدي أخدك تشوف اللبنة. وصلنا على اهم مرحله، محل ما بيستعملوا او بيحطوا اللبنه اللي بحبها كثير. بليز قل لي لبنتكم ليش هالقد طيبه؟ هلا هي بتتغير طعمتها فوق، وانتوا عندكم لبنه سبيسيال لكم. ايه نحن اجمالا لما من البدايه لما العالم كلها بتحب اللبنه، يعني هذا الصحن الاول بلبنان على البريكفاست، تخيل بريكفاست من دون لبنه. فنحن طلبنا اللبنه تبعيتنا بسبيسيفيكيشن معينه، بانها تكون شاده بطريقه معينه، لقدرنا وصلنا لهيدي النتيجه مع المعمل اللي بحضر لنا اللبنه. صاروا كل الكرو على الطياره بيقعدوا اول ما يشوفوني بيجيبوا لي صحنين لبنه ومشيتين. اطيب لبنه كلها بحياتي، وعم جرب اعمل مثلها بالبيت ما عم تزبط معي. برمت السوبر ماركت عملت تيستينج جبتهم كلهم على الرف، رجعت بالاخر قلت لهم لقيت الماركه بس غير طعمه. قال لي ايه هاي، قلنا هلا ما بعرف فيني اشتريهم بالكيلو او بدي اسافر اكثر.
لما بتجينا الكومبلينز على على الـ على الـ LBACC من شركات الطيران، طلعنا سيستم اللي هو كرمال نقلل من مشاكل الفورين اوبجكت بقلب الصحون تبعنا، وكرمال نحافظ على الفود سيفتي، طلعنا سيستم سميناه 50 بيس على الطاولات. يعني كنا قبل ينفرش كل الطاولات اكل ونشتغل، اليوم كل بلاتر بينحط منه 50 صحن على الطاولة بيخلصوا بينحط 50 غيرهم، كرمال نحافظ انه هول الصحون والكونتين ما في مشاكل فيهم وخلصوا بسرعة، نحطوا بترولي وفاتوا على البرادات. خلينا نركز على التفاصيل، الشغل بدقة بشغل بشكل كتير كتير حلو، خلينا نركز على كل التفاصيل عم تشوفوها وراي، ان كنت عبيت الخسي كيف عم تجي، ان كنت عبيت الباستا سالاد، ان كنت عبيت اللبنة بدقة واحدة حد التانية مع زيت الزيتون مش حيالة كبينهن ورشة الزعتر على الوجه. كان اشتغل ورا نشوف طلع على الدقة على البلاستيك على التخطاية، شوفوا كيف كل السيستم ماشي واحد حد التاني، ولا صحن ما بيشبه التاني ولا صحن ما انه مرتب، وكل صحن من الصحون تطلع فيهن وتقولوا نشغل كرمالي مثل كأنه في شاف لإلكن على الطيارة. هولي كلهم سوا واحد بيخبروا عنهم ما بيصدقون او ما بيعرف كيف هن موجودين، يمكن هذا اول مره الكاميرا بتفوت لهون، اول دوكيومنتري بفرجيكم قديش في دقه بالشغل، قديش في تعب، قديش في ناس عم بتحط جهد كرمال كل حدا بياكل على الطياره، ان كان بزنس او ان كان ايكونومي، كل واحد بيقوده عم بيكون بكل صحن. الشغله الثانيه والاهم انه هن زيتهم الاغراض، اللبنه هون هي اللبنه هون، الخسه هون هي الخسه هون، هن زيتهم المكونات، بس بتفرق الكميه وطريقه التقديم. بنعمل كميات ضخمة من كل صنف لحاله، بس الأصناف اللي بنعملها يعني إجمالا شركة LBACC بتعمل كل شيء إنها من الحلو، من الجاتويات، من الكرواسون، مثل ما شايف كيسين 3 4 طحين بالنهار، أوقات أكثر أوقات التجار ما بيلحقوا لنا 1000 بيضة أكثر أوقات ما بنلحق هوني كمان قسم الباتيسري، هذه كلها بارت من الباتيسري، استحدثنا هيدي الاوضه هون للتحضيرات هيك اللي بتيجي سبيسيال، اللي بتيجي القطع المميزه للبزنس للفيرست كلاس لبعض شركات طيران، فبتتحضر بهيدي الاوضه، تبريدها غير، بتقدر تكون اوضه شوكولا كمان لانه الحراره اللي فيها مناسبه. شيف الباتيسري هون بيقعد بتكتيك بحضر لكم الاشياء هيك المميزه، هون مطرح ما الواحد بيحك راسه مثل ما بيقولوا، بتطلع معه القصص والخلطات المرتبة. أول شي طلعوا قرشتها كيف قصت على السكين، واضح نوعية الشوكولا، اوف يا اخوات واو شيف برافو، طلعوا من القرش، طلعوا من الوقف من تحت الشوكولا الكراميل اخوات، سوبر خويت ليك، انا مسافر التنين، ايه خليك يكون في منع الطياره.
انا كرمالكم عملت وجبات طلبت طلبك بكرواسون كرواسون الزيتون بس مقطوع الطحين بهالايام فان الله راد هن ما وقفوا اصلا تا يوفروا مثل ما الناس معقول تفكر فكرواسون زيتون ان شاء الله بيرجع اول مع المكون الثاني انا طلبت ريحه روعه سكر كتير خفيف كتير كتير, كتير خفيف منه دلع مخمر مضبوط هوايته مضبوطين فريش ايري اند لايت اه فيري نايس لازم نوقف وقفة سريعة على هول يلي بلاقيهم أنا كتير مهمين ما رحمت إيدي بس لفرجيكم طلعوا عم نحكي عن هاي أند فرنش كواليتي تشيز فيهم يستعملوا لكم جبنة كتير رخيصة وما كان حدا حس هيدا الشيء دائما بفتح نظر على الطيارة وكتير بقدر هذا الموضوع جبنة هاي أند صار وقت الجد صار وقت الجد ليش؟ كيف واحد بيقدر يطبخ طبخة رز لعشرين ألف شخص؟ صار وقت الجد رح نشوف الدجاج اللحمة والرز والسيفود أكيد كيف واحد بيقدر يطبخ؟ قديش كبر الطنجرة عندهم؟ كل شيء عندنا قطع دجاج لحمة سمك اكسترا تقطع على الجريل قبل ما تنحط بالفرن يعني نحن ما عندنا شيء بيجي لأنه عندنا كميات كتير ضخمة نلقطه بنحطه بالفرن كل شيء well marinated كل قطعة لحمة إلى المارينيشن تبعها كرمال تكون بالطعم اللي بدنا إياها عندنا ماشين هيدي جابت الماشين من ألمانيا كرمال تدخل الملح بقلب القطعة من جوا يعني بتنحط البضاعة بقلب الماشين إن كان دجاج ولا لحمة بينحط معها كمية من الملح المخلوط مع السبايسز تبرم الماشين بسيستم فاكيوم لتدخل الملح بقلب قطع اللحمة والسمك كرمال نحصل على all the way flavor بقلب القطعة لحمة مارينيتد دجاج مارينيتد بعدين جريل بعدين بيرجع بفوت على الفرن كل حبة بحبتها مش شقفة لحمة ودغري يلا في 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 شغل في شغل كتير جريلز كبار 6-7 جريلز طناجر مثل تبع الجيش كتير كبار وبعد ما فتنا على طنجرة الرز يا حي هوني هوني هيك الشغل الحلو هيدي إجمالاً أكبر طناجر ممكن تلاقيها بالسوق بتعمل فيها رز هيدي تقريباً بتحصل على 25-30 كيلو رز بقلبها دفعة واحدة كله إله روسات كله إله إذا كان فيها سبايسز حتى في روسات للسبايسز الشيف بيطبخ وإجمالاً نفس الإيد بتطبخ كل يوم يعني نفس الأشخاص هن ديديكيتد لهيدا الشيء بيطبخوا للشركات الطيران كلياتها لنحصل على كونسيستنسي بالأكل بيخلص الطبخ بيروح على بلاست تشيلرز اذا بتلاحظ في بلاست تشيلرز موزعين بقلب المطابخ على مناطق السخن كرمال دغري بينحط الاكل بيتبرد لازم ندوقهم سخنين حبه بحد الثانيه مفلفل والبهارات بيطلعوا على المنخار feels Asian يعني مش بس طيارة بتسافر بتسفركن على آسيا واو ركز على التفاصيل اربع حبات كتير رز شقفتين او ثلاثه كل وحده لون بصل لوز زبيب زبيب
كاجو شيء كتير غني وكتير كتير غني بعب الراس. This is مشبع 100%. عندنا جراماج نحن للطيران يعني دائما البروتين هو بحدود 120 جرام والرز بحدود 120 جرام 150 جرام. فالوجبة معمولة لأنها تشبع شخص عم يأكل all the way من لما بيبلش بالسلاد للأنتري البريد للسخن. في ناس ما عم تقدر تكمل للحلو. في فيديو قبله عن تيستينج ذا منيو اوف سمر فهول اللي دقناهم هلا جمعة الماضي. كثير محمد شوف الشريمب اللي دقناهم الملوخيه اللي كانت كثير طيبه الرزيت البطاطا هلا بيجي حدهم كان لحمه او دجاج نسيت سمك سمك. واو بيوتيفل بيوتيفل عم حتى مني حتى الخضرة تنقص على الإيد حبة حبة تانية تتغسل تتنظف تتعقم تتنظف من جوا وتنقص حبة حبة تانية. من أوضة لأوضة 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 وهالمطبخ ما عم بيخلص. من أوضة لأوضة لأوضة فيها برادات على مد النظر، فيها طاولات وإنديفيدجوال بوكسز على مد النظر، فيها مطابخ شو بدي أقلكن، فيها أوض فيها طناجر فيها ملحمة وفيها بيكري وفيها بيستري شوب وفيها كل شيء تواحد يقدر يمشي مدينة. فيها كويت مطبخ ما بعرف 2000-3000 متر ملعب فوتبول. وبعد ما خلصنا من كل هالحركة اللي عم تصير فوتوا بالتفاصيل. اللحمة اللي بتجي تتنظف تنشيل وحدة حبة حدة تانية، الخبز الكيس اللي بتجي من برا بينفتح وبيتأكد منهم وحدة وحدة، الصحون اللي بيتزبطوا وبيترتبوا وكل واحد على العدد شو بيبقلبه. تفاصيل تفاصيل تفاصيل. طيب من هون منروح على حلو عربي افع شي زنود الست مع قطر. هلا اذا عندهم let's go. اذا اخدتوا ولد على ديزني لاند ما بينبسط هلد دي. شفنا اللبنة ومشو مصدرها وهلا رح تشوفوا الكنافة. في ناس بتقول بيجيبوها من صيدا، في ناس بيقولوا بيجيبوها من طرابلس، في ناس بيقولوا الكنافة طبعاً غريبة عجيبة. فيني أقلكم أن الكنافة بتنعمل هون على الطريقة القديمة التقليدية. كنافة on middle east how it's made لأول مرة بالتاريخ. super excited.
تقريبا 20 وانت وطالع توصل ل 30 35 صدر 10 كيلو. وانا اللي مفكر انه في مكانات وبيشتغلوها كيف ما كان، طلع وحده وحده هيك بنشغل لكل الناس اكثر من 30 صدر بالنهار. هيك الجبنه بتنخلط بتفوت على الفرن وبتظهر، شغل رائع. يعني كثير محلات اساسا بياكلوا عندهم كنافة على الطريق، ما بيعملوا لكم شغل هالقد منهم. سفنجي ما في، في جبنه بتنضرب مزبوط بتنشد بتصير تماغد كثير. كل المكونات هون اللي شفتوهم، ما في شيء زياده، ما في مواد حافظه. في كثير ناس بتفكر انه الكنافه بالفرن، الكنافه ما بتفوت على الفرن، صعبه تنعمل بالبيت لانه بدها هيدي المكنه اللي هونيك. فيكم تعملوا كنافه بالبيت على الطريقه التقليديه تبع التيتا، بس الكنافه ما بدها فرن. كيف بعرف انا كنافتي ناجحه؟ جبنتي مزبوطه؟ بعمل هيك، في مي هون؟ ما في هون، بيرجع كيف الرسات انا من الاساس شغلها، قد ايه ترك فيها مي، قد ايه الجرامج لكل شيء تيعمل بالانس، بعدين قد ايه بحط معها فرك لتطلع عندي النتيجه اخر شيء. هذا في سماكه، في سماكه جبنه، تلتين جبنه، تلت فرك بهول نحاس القدام على الطريقه القديمه الجنوبيه مثل ما بتشوفوها على الطريق. الكنافة يلي كتير محلات مشهورة بلبنان بتبيعها وبتسوقها وبتروحوا لعندهم وتوقفوا بالصف، أكيد مش بزيت الجودة، أكيد مش بزيت النوعية، ومش بزيت الطعم. فرك من فوق الجبنة اللي ما حدا يخبرنا خبرية انه ما بتمغل، الجبنة 100% قطر خفيف، القرشة من فوق غير شكل، مكونات عظيمين. هاي اول وحدة كانت تنتأكد منيح، تاني لقمة كانت دوايق، تالت وحدة كانت لذة. شي كريم خاص فينا نحن مع الجزرية. كتير مهمة، كتير مهمة. جزرية مش يعني جزر، ايه جزرية يعني بامكن وكاروت كيك وكريم تشيز بالنص، واهم شيء كريم تشيز مش دلعة والكاروت كيك مش ناشف. برافو، عن جد برافو، بتبقى طعمة قدام بالاكل بتعبس اخر حلقة بالاخر. اكسلنت، شوكة كتير مروسة، مش بس حلو عربي عادي، حلو عربي وذ تويست، حلو عربي فرنجي واختراعات جديدة بيناتهم، فيهم مفروكة، فيها فستق، اوه فيها تشيز كيك على الطريقة العربية، رائع. طلع خلينا تفاصيل الورود، المفروكة المبرومة هون، مكسرات تحت، الكريم بالنص، مزهر القطر. واو
واو لو زيت حلوين مثل شو اسمه هي بحملوها تبع نوال و في شو اسمه ولا بشي طيب. اهلا وسهلا فيك يا انطوني. سامي ارداحي الهيد اوف اوبريشنز بالال بي اي سي سي. نحن هون بيخلص الاكل بالمطابخ بيجي لعنا. نحن انت بتطلع على الطياره بتلاقي هالصينيه جاهزه لتاكل فيها وتنبسط. نحن هون كل شيء بيتحضر عنا. الصينيه بتتحضر، بينحط عليها الاكل، بينحط عليها الفنجان، بينحط عليها الجبنه الزبده كذا، كله هون بيتحضر حسب البزنس والايكونومي والكرو. حتى نحن بنحضر لهم اياها. فانت هلا جاي تشوف كيف هالصينيه يلي بتوصل قدامك كيف بنحضرها نحن وكيف الشباب عندي بحضروها. العربيه يلي بتكون على الطياره بتطلع الطياره هيدي اسمها ترولي. ترولي العربيه فيها مطارح بينحط فيها الصواني. هيدي صينيه جاهزه هلا لطياره بريز، بنحط فيها الاوردوف، في عليها الجبنه السلطه، وبعد في الحلو هلا بيجي ورا بعضهم. مثل ما نكون شايفين الصينيه بعد في عليها الكراكر، عليها الزبده، الملح والبهار. بس تنتهي الصينيه كل سوا بنحط هون الكاتلري الفضيه اللي بتكون على الطياره. كل رحله حسب وين رايحه كل طياره نوع الاكل بيكون محضر له سابقا. يعني مثلا اذا رايحه الصبح على لندن او باريس بنحط لها ترويقه، اذا رايح راجعه بما انه نحن هلا صرنا عم نعطي الاكل للروحه وللرجعه فبترجع هي بعد الظهر بتاخذ على بكره ترويقه، اللي راجعين الركاب بياخذوا غدا. فنحن هون بنحضر اثنين، عربيه بنحط فيها الغدا وعربيه بنحط فيها الترويقه. فالكرو بس يطلع على الطياره مع الكارت اللي حاطين له اياها والتفسير الموجود هن بيقدموا للراكب الوجبه اللي لازم تتقدم. هيدي مفتوحه من هون مثل انك شايف، لانه بالطياره في تشيلر بيعطي هواء مسقع بفوت من هون بفوت على قلب الترولي ليخليها مسقعه حرارتها بين الثلاثه والاربعه مثل براد البيت. في لونين صينيين لانه الميدل ايست عندهم نوعين طيارات. الطياره الجديده النيو A321 هيدي الصواني تبعها رمادي، الطيارات القديمه الصواني تبعها ميله للازرق. فنحن لما يصير في تفرقه بين الطيارات وبين هذا بنحط الازرق على الطيارات القديمه والرمادي على الطيارات الجديده. شوف هون على التري كاتبين نحن كابتن، كاتبين كوبايلوت، لانه الاكل تبع الكابتن والكوبايلوت دائما لازم يكون ديفرنت عن الركاب. لا سمح الله بالقانون تبع اياتا لازم الكابتن يكون اكله غير. ممكن اي شيء لا سمح الله صار شيء بالاكل تبع الركاب بيكون الكابتن اكل غير شيء، ولا ممكن يكون في تسمم او شيء، بتكون الرحله امنه ليسوقوها. ومثل ما انك شايفين كمان على البزنس مش بس بنعطيه الاكل، الكرو مش بس بيعطيه اكل، في عنده عصير بيطلع له العصير الويلكم درينك. مثل ما انكم شايفين طازه بيطلع له رمان، بيطلع له بردقان، بيطلع له تفاح وحليب، اذا بده يشرب شيء حليب، او اذا عم يعملوا له درينكس بحطوا له الحامض الفريش يلي بقصوه كمان بحطوا له اياها. كل طياره حسب نوع الطياره بتاخذ انواع كميه العصير الموجوده. فبتشوف على طياره اخذي 6، على طياره اخذي 10، فهيدي كلها كمان سيرفيس ثاني اللي بيقدموا الكرو لركاب البزنس كلاس. شو نوع الايركرافت؟ شو الفلايت؟ شو اللي بتاخده؟ اوكي الاوفن انسرت على الطياره. في ناس دائما بيسالوني اسئله بتطلعوا الاكل سخن على الطياره؟ قلنا لهم لا، نحن على الطياره في فرن على الطياره، وفي هيدا الاوفن انسرت بنسميه يلي بينحط بقلب الفرن اللي هو بيسخن الاكل على درجه معينه اوريدي سيت على بالفرن على الطياره. وبعدين كمان كنتم شايفين الالوان كل لون بيعني شيء، الازرق هو للسمك، الذهبي هو للدجاج، والابيض هو للحم. هون للطياره اللي رايحه من بيروت بنحطها ديركت بالفرن بيحضروها.
بس للطيارة اللي راجعة مثلا مثل كنا عم نحكي قبل شوي عن بيريز روحة ورجعة غدا، فإذا بتشوف معي هون في عربية بتكون موجودة على الطيارة منحط فيها الأكل already frozen مجلد، منحضرها ومنحط معها dry ice كاربو جلاس، منسكرها وبتكون جاهزة للرجع الأكل اللي راجع من الرجعة من الديستينيشن اللي كنا فيه مثلا باريس لندن مدريد وهالإشي. هون جينا على القسم يلي منحضره للطيارات اللي عندها شورت سيكتور، يعني مسافة قريبة ماكسيموم ساعة ساعة ونص طيران، ما فينا نقدم شيء سخن للراكب، فلهالسبب منقدم له سناك صغيرة ساندويشات، حبتين ساندويش مع كيك مع عصير. فهلأ عم بيحضروا هون، بتشوفوا الصينية صغيرة لحطها للروحة وللرجعة. ويلكم تو صواني وندرلاند. في كمية صواني مش معقول، بس دي أخذت بريك تفرجيكم على هيدي يلي كل ما اكلها بنبسط فيها وبقول ومن وين بيجيبوها؟ طب ليش ما بشوفها بالسوبر ماركت؟ ستيكي تشوكلت براوني، هول اللي كنا نشتريهم بالدكانه بالضيعه. ريحه منيحه، سكر خفيف، فلوفينس وتخمير مثل ما لازم، طعمتها بتاخد العقل، وطلعت تنعمل هون بالمطبخ. ما في منها بالسوبر ماركت، يعني صار لازم سافر أكتر. مثل ما نكون شايفين الصينية صغيرة اللي منعطي عليها الأكل إن كانت ترويقة أو الغداء على الإيكونومي، بس مثل ما بيقول المثل صغر صغر وفعل وفعل، ففعل كبير، فالآيتمز يلي منحطها بقلبها كتير مهمة. بس نحن بنفس الوقت الراكب بهمنا نحن راحته على الميدل إيست، ف في عنا الديستينيشن اللي هي افريقيا ابيجان، بتروح مسافه طويله والطياره بتنام هونيك اوفر نايت، فلهالسبب ليكون الراكب مرتاح نحن الاكل اللي بنحطه على هاي الصينيه الصغيره بنحطه على هاي الصينيه الكبيره، بيكون الراكب مرتاح بنفس الوقت، كل شيء مأمن له، مأمن له الحلو، مأمن له الاوردوف السخن الخبز كذا، ولكن صينيته كبيره. صواني 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 بيلحقوكم من اول اوضه عالتاني أوضة عالتالت أوضة ورابع وخامس أوضة هونيك، كل شي بيجي خالص، الخبز معبى، الباكيجينج مزبط، صينية حد التانية وحدة، كيف بدي أقولكم كل شغلة معمولة مزبوط. بحب كتير الماي صنع في لبنان، الأورنج جوس صنع في لبنان، الكيك صنع في لبنان، ويمكن البلاستيك والكينكس وبقية الأشياء كمان. هيدي صينية الإيكونومي الشورت سيكتور يلي بتروح مثلا اسطنبول، القاهرة، عمان، ايه صينية تاخد ساندويشتين لأنه ما في عندهم وقت الكرو يقدموا السخن على الطيارة. فاينل تشيك للطياره كلها، يعني بنجيب البزنس يلي حضرناه، طياره البزنس والطياره والايكونومي كله بيتحضر هون كلها سوا، الطياره اللي اخذ 6 او 7 او 8 تروليات كلها بتتحضر هون، بينعمل فاينل تشيك عليها، بيعملوا السيل وبتنحط بالبراد جاهزه لتطلع على الكاميون للطياره. الهولدينج روم، هيدي الهولدينج روم بس كل شيء حضر وصار جاهز ليطلع على الطياره، بيكون كل طياره بطيارتها محطوطه بمطرحها جاهزه لا تتحمل على الطياره، فكل شيء الطياره مع السخن تبعها الفران تبعها كلها جاهزه ليستلموها ليحملوها على الكاميون لتطلع على الطياره. جاينت فريدج، يعني كل اكلكم ولا ثانية بيقعد برات البراد، هون بيفوت على براد كتير كبير 2 ل 5 الحرارة، في لكم بلش يزرق لسان يبلش يزرق لسانه، ومن هون ننطر هلا الكاميون كتير كبير اللي رح ياخذه من هون على الطيارة ان كان ميدل ايست او بقية الشركات
يلي كل واحدة منهم مكتوبة هون اي كي اي اف اند سو اون اند سو فورث وميدل ايست عندها كل هالحيط. اهلا وسهلا فيكم هون بالمختبر التابع للشركه. بنعمل فحوصات جرثوميه للكل من المواد الاوليه بس نستلمها لحد ما نطلع الاكل جاهز على الطيارات. ناخذ عينات من كل المواد الاوليه من اللاين يعني من خط الانتاج من وقت اللي عم تتحضر الماكولات لوقت تسليمها للطياره. كمان ناخذ عينات من المي من الثلج من ايدين الموظفين نتاكد انه عم يشتغلوا بالطريقه الصحيحه انه نظافه الايدين نظافه الشخصيه. ناخذ عينات من المعدات من الاواني اللي عم يشتغلوا فيها تا كمان نتاكد من سلامه انه كل شيء سليم. كمان كل الموظفين نعمل لهم تدريب على سلامه الغذاء قبل ما يبلشوا وبشكل دوري وفحوصات طبيه اكيد قبل وبعدين بشكل دوري. بعدين مثل ما تشوف هون في عنا المختبر العينات تشتغلهم المدام مختصة بالمايكروبيولوجي باختصاص بالفحوصات الجرثومية ومنتابع بشغلنا تحت بالمطابخ مراقبة القواعد الصحية للعمل والجودة تبع الأكل. بعد 24 ل 48 hours بنقرأ الريزلت. من بعد ما برمنا على كل السيستم من اول لاخر على مساحه تقريبا بعتقد شي 5000 متر مربع لانه كل البنايه تقريبا شي 15000 مقسم على 3 طوابق. هلا صار وقت اخر دقيقه اللي هي بتفوت على الطياره سكيورتي تشيك لانه ممنوع شيء يروح اذا ما كان مقفل مسكر مزبوط واذا ما بنعمل له دبل تشيكينج هو ذاته بس الكرو بيفتحها وبيرجع بيتاكد انه الرقم موجود والتاج بيرجع بيردها تنتاكد انه سكيورتي وايز كل شيء خالص. اهم شغله كل شيء بينبعث الثلج بينبعت، المي بينبعت، كل شيء بينبعت من هون على الطيارة، بيجوا الشباب واحد ورا الثاني بيحملوا وبصيروا دغري على الطيارة، وتخيلوا كم طيارة وعشرات الطيارات بالنهار عم بتروح من هون وحدة ورا الثانية ورا الثالثة وكله شغل يلا على مدار الساعة، علبة ورا علبة ورا علبة ورا علبة من هون على الطيارة. ما مسافر بس رايحين نشوف كيف الاكلات رح توصل على قلب الطياره. تقريبا ساعتين قبل ما الطياره تمشي الكرو بيستلمها بعد بساعه بيركبها بيرتبها للطياره تطلع على الوقت. يلا انا هون مع فوزي وفايز Let's go! أنا بأكد أنه بديزني لاند ما كنت بوصل ثلاث يعني مش ما في خبركم الإحساس أخوي وصلت
وصلنا على المطار، فتنا هلا على البيست مثل ما شايفين هون الرانوي ورانا، وهول القصص اللي انتم طالعين بتشوفون الطيارات المكسرين اللي بيعملوا عليهم تريننج وغيرهم، بنحنا قدامهم قبل ما نروح نفتش على الجيت تنسلمهم الاكلت. معنا أنجا ساعتين، منفض القديم، منحط الجديد، الركاب ناطرين، طيارة عم تتنظف، شغلة ورا شغلة، وهلأ بترجع شركة لتستقبلكم مع ضحكة كتير كبيرة، وتحسوا حالكم هيدا أول طيارة بتطلع اليوم. كل شغله بتنحط بمحلها، لهلا كرو ما في، الكرو هلا بعد شوي بيجي بيعرف كل شغله محلها شو هي، بيكون معه ورقه شو رح ياكله شو رح يشربه، مهم كله بيوصل بمحل المناسب، التلجات موجودين، الشراشف موجودين، الحرمات موجودين، الفوتة المطبخ موجوده، الصحون موجودين، كل شغله موجوده، حتى الدرينكس تتكون كل شيء فلولس. نحن بعد قاعدين بالبراد هون، حراره تبعه 14 برودات غير شكل. بزنس ركب، ايكونومي ركب، اذا تصوير بس اخذت معنا القصه 5 ساعات. كيف لو تحضير؟ شوفوا قديش في شغل ورا كل صحن بنحط قدامكم على الطياره، من اول ما يبلش لاخر ما يوصل ينحط هون على الطياره، وبعد الركاب ما فاتوا. Airbus 320, Airbus 321, Airbus 330، كل الطيارات بتتعبى صغيرة وكبيرة، ببلشوا من قدام بعدين من ورا، الشباب عم تشتغل
بدي مش معقول هلا بنخلص سكروا البواب بالسكيورتي بدنا نرجع نروح على المطبخ يتاكدوا انا من هون لهونيك ما حدا فتح الباب والسياره امنه 100% وهيك بتخلص جولتنا. انتوا بتعرفوا هلا ساعات اللي بتكبوا على الطياره قديش في شغل قديش في تعب. اليوم الارقام اللي بتذكرها هي اكثر من 15000 وجبه بالنهار، اكثر من 250 موظف، شفيه، اكل، صحون، الطيارات كلها سوا عم تتعبى. ببلشوا شغل من الساعه 3 الصبح للساعه تقريبا 12 الظهر، هي ساعه في الرش اور بيك اور، بس بعدين 24 24، وهيك بيقدروا يخدموكم بعيونهم. الحلو فيه انه الاكل ولا مره ولا محل حسيت انه عم ينشغل بكميات وبهيك يلا كيف ما كان، بالعكس بدقه كل صحن حد تاني، كل طبخه حد تاني، ان كان الدسير ان كان المقبلات السلطات ان كان اللحمه ان كان الدجاج ان كان الرز، وكل المكونات من افضل واحسن الانواع. كثير انبسطت بالبرمه يلي كنت ناطرها صار لي من وقتها بلشت صور، حلم تحقق. قديش بحب الطيارات، بحب الطبخ، بحب المطابخ. اليوم باكبر شركه كيترينج بلبنان، باكبر مطبخ يمكن كيترينج بلبنان كمان. بهيدي الاوضه بصير التيستينج، بهيدي الاوضه بيعزمونا على الغداء، بهيدي الاوضه في مطبخ صغير ساعه الميدل ايست او حيالة شركه فرانس بتطلب من الاي بي اي سي سي انه تطبخ لها الاكلات. بيجوا بيدوقوا هون، بيعملوا تيستينج هون، وهون فيكم تشوفوا الفيديو بالحلقه الماضيه عن تيستينج المنيو تبع صيفيه.